لأنه أكمل عمل الفداء بجدارة كابن الإنسان، وكمان هو الشخص الكامل بلا خطيئة. صحيح، ما دي حيثيات أي الحيثيات الدينونة. يعني ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافق في من يدين؟ ينبغي أن يكون هو الله. تقول لي ليه؟ هقول لك علشان يعرف أسرار الناس، لأن من حيثيات الدينونة في اليوم الأخير هي الحكم على آراء القلوب، الحكم على أسرار الناس. مين ده اللي يعرف أسرار الناس إلا الله كل العلم؟ فلابد أن يكون هو الله، ولابد أن يكون هو الإنسان الذي أكمل العمل بجدارة، ولابد أن يكون خاليا من الخطية، لأن لو في خطية ما يقدرش يدين.